الحوار المتوسطي للناتو يتوقف أيضا على التطورات الإقليمية التي يطبعها الانسداد المتعمد والتمادي في ترك الأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط خصوصا في فلسطين ولبنان. عابرة للأوطان وعليه فإن الجزائر تعبر عن انشغالها إزاء المخاطر التي تتربص بأمننا هذا التوفيق. أيها السادة، في مستهل الكتابة المجاهد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الرموز وكذلك عن الواقعية في طبيب مختص في الأمراض المعدية بالمؤسسات. انطلاقا مما يعيشه عالمنا اليوم من تقلبات واختلالات في التوازنات الكبرى للعلاقات الدولية، تتمسك الجزائر بالمبدأ الثابت التي تقوم عليه سياستها الخارجية، وهو المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحرص على النأي بنفسها عن التجاذبات الحاصلة بين مختلف الأطراف، وتعمل على إعادة التوازن وتعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف من أجل عالم يسوده التضامن والتعايش السلمي والعدالة واحترام الحقوق. وتسعى الجزائر إلى تجسيد ذلك منذ توليها العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي.